نفى محافظ البنك المركزي طارق عامر وقف تعامل البنوك على الريال القطري بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف فروع البنوك المصرية التداول على العملة القطرية. وأضاف عامر أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة، مطالبا بضرورة عدم ترويج مثل هذه الشائعات. وتزامنت تصريحات عامر مع قيام عدد من البنوك بوقف أسعار الريال القطري عبر شاشاتها الإلكترونية منذ صباح اليوم.